السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، إنه يهده الله فهو المهتد ومن يضلل فلن تجد له ولي مرشدا. طبعا تحدثت في الفيديو السابق عن الوسواس القهري، وكنت في مرحلة الثانوية العامة وأثر الوسواس القهري في حياتي. طبعا الوسواس القهري كما علمت في الفيديو السابق في الثانوية العامة، طبعا يعني فقدت سنتين من عمري أولا، وحول مساري جدا من هدفي الدخول في كلية الهندسة إلى كلية أخرى. طبعا استمر الوسواس القهري دوت معايا لسنة أولى كلية. طبعا بعد ما كتبت التنسيق، حتى كتبت تنسيق غلط، جالي كتبت تنسيق يعني أي حاجة كده. أنا كنت تعبان خالص من الوسواس القهري، كتبت تنسيق أي حاجة، فكتبت كلية تجارة جامعة السويس قبل كليات دمنهور واسكندرية، اللي هم أصلا كان يعني مجموعي كان يعني موافي لهم، يعني ممكن كنت أدخل أي كلية من الكليات ديت. فروحت السويس، حبيت يعني نحول، رئيس الجامعة قال لا ما انتش محول. طب ازاي مالكش حق تحول لانك جيت بعد الميعاد؟ المهم قعدت هناك 3 4 شهور، طبعا غربة وسواس قهري. جيت في ايام الامتحانات جيت سايب الامتحان وطالع، يبقى كده سنتين، سنة في الثانوية العامة وسنة في الكلية بسبب الوسواس القهري، ضاعوا كده هباء منثورا. دخلت الكلية، حولت السنة اللي بعدها كلية من كليات دمنهور. أخ نصحني قال لي خش كلية لغة عربية، فدخلت اللغة العربية يعني، وأنا مش حابب أدرس اللغة العربية تمام. لكن دخلت سنة أولى، طبعا تعب زاد عليا جدا في سنة أولى كلية، ما ذاكرتش، ما بقتش اروح الجامعة، ونروح نروح يوم ونيجي يوم. وبدأت دخلت في دوامة اكتئاب ودوامة انعزال وانغلاق على النفس، وزاد المرض كتير جدا، إلا يعني إن الله عز وجل أرسل لي بعض الإخوة تحدث معي وتكلم معي في حفظ القرآن الكريم. سنة أولى انتهت تمام خلاص ونجحت فيها، لكن طلعت ب3 مواد يعني شلتهم معايا لسنة تانية. وكان بس الدرجات اللي كانت، لو كنت المواد كنت بحبها مثلا، دخلت لغة عربية أولا، دخلت لغة عربية ولغات شرقية وآداب شرقية والكلام ده كله، جبت امتياز في النحو وامتياز في الإنجليزي وامتياز في اللغات الشرقية. المواد اللي بحبها جبت فيها امتياز، لكن المواد التانية ما جبت فيها شيء، مقبول وبالكاد عديت. المهم السنة الأولى عدت، رحت تانية بالمواد اللي معايا تانية. طبعا بدأت أحفظ كتاب الله عز وجل، ومن هنا بدأ الشفاء. أحفظ كتاب الله عز وجل، كلما ازداد حفظ لكتاب الله كلما ابتعدت عن التفكير السلبي، وكلما ابتعدت عن الأمراض النفسية والاكتئاب والوسواس القهري. لذلك اشغل نفسك مريض الوسواس القهري، اشغل نفسك بالقرآن الكريم، لأن كلما حفظت أكثر كلما ذهب عنك الوسواس القهري. وبدأت أدرس العلوم الشرعية، فقه وأدرس كل شيء متعلق بالدين، والحمد لله رب العالمين بدأت أخف، لكن ما زال الوسواس القهري عندي. لحين رحت برضك كمان يعني أشتغل عشان أشغل نفسي أكتر وأكتر، سبت الدراسة ورحت أشتغل في 6 أكتوبر بعيد عندنا كتير جدا محافظة تانية، فبقيت نيجي يومين بس في الأسبوع يعني أحضر محاضرات، وباقي المحاضرات ما أعرفهاش. المهم في تانية الحمد لله رب العالمين بدأت حفظ كتاب الله عز وجل، خلاص طفح بي الكيل، لازم احكي يعني انا بشعر بيه. تحدثت مع بعض الاخوه الملتزمين ودلوني ان ده اصلا مرض منتشر، ازاي انت ما تعرفش المرض دوت وده العلاج؟ قلت له علاجه ايه؟ قال لي والله علاجه حاجه واحده بس، ان انت تحفظ كتاب الله عز وجل وتطنش. الطنش او تطنيش باللهجه المصريه يعني لا تلقي له بالا، يعني انت الوسواس القهري جالك في اي شيء، في اي شيء لا تلقي له بالا. في لحظة، في واحدة جربت هذه التجربة، والحمد لله رب العالمين ذهب الوسواس القهري ولم يعد، غلبت الوسواس القهري بمعنى صح بفضل الله عز وجل. طبعا أنا لما ذهب الوسواس القهري عندي حسيت إن أنا يعني قد استيقظت من غيبوبة، خلاص الله عز وجل أحياني من جديد. أنا في سنة تانية، دخلت تانية خلاص تمام، دخلت تانية وفضل ثالثة ورابعة، يعني في فرصة نعوض. طبعا ذاكرت في تانية بالرغم شغلي، الحمد لله رب العالمين عديت وتمام. جيت في تالتة ورابعة قلت لا، اثبت لنفسك ان انت كنت تستحق تدخل هندسة،
اثبت لنفسك ان انت تستحق تكون معيد في الكليه دي. انا عارف خلاص فرصه تكون دكتور او معيد في الجامعه خلاص راحت عليك، لان في ناس ذاكرت من سنه اولى وذاكرت من سنه تانية وعدت وجابت مجموع كويس وبقوا في الترتيب، لكن انا حبيت نثبت لنفسي ان انا كويس، ان انا يعني عندي اراده، وان انا اصلا كنت استحق ادخل هندسه، وان انا كنت استحق اكون معيد في الجامعه ودكتور في الجامعه كمان. فحطيت في دماغي المذاكره في سنه تانية وتالته، الحمد لله رب العالمين، في تانية جبت 80%، والأول كان جايب حوالي 83%، يعني بفضل الله عز وجل كل المواد اللي أنا كنت بحبها سواء مصطلح حديث أو علوم قرآن أو تفسير أو أي شيء مرتبط بالدين امتياز بفضل الله عز وجل، أو على الأقل جيد جدا. النحو امتياز، الفارسي أي لغة امتياز، شعر اللي هو الشعر شعر أحمد شوقي امتياز، لكن كان في مواد تانية بتتحدث عن النقد والشعر الرومانسي وطوق الحمامة والكلام الفاضي كله، ده كنت بعدي فيه بالكاد، يعني بجيب فيه مجموع يعني جيد مقبول والكلام الفاضي كله تمام، لأن بعلم الشباب أصلا الرومانسية في الكليات والشعر اللي هو شعر يعني ليس له قيمة. لكن المواد اللي كنت بحطها في دماغي وأذاكرها جيد جدا مواد مصطلح الحديث وعلوم القرآن ونحو وصرف وبديع وبلاغه وبيان والمواد الاداء يعني جميله جدا، كنت في فيها امتياز وجيد جدا. فالحمد لله تفوقت في سنه ثالثه جبت حوالي 80%، جيت في رابعه اخر سنه طبعا نفس المجموع او اقل بعض الدرجات، لكن المجموع كله تراكمي طبعا بتاثير سنه اولى وثانيه أو ضيعتهم اصلا، يعني طلع كله حوالي 70 او اقل الله اعلم، يعني مش متذكر تمام لان ده من سنوات عديده ومش عايز اتذكر هذه السنوات الماضيه. لكن انا بقول لنفسك يعني ان انت انا يعني نصيحتي لاي حد ان مرض الوسواس دوت يا جماعه يعني مرض صعب وفي نفس الوقت علاجه سهل جدا. اولا احفظ كتاب الله عز وجل، ذاكر، اشغل بالك باي شيء يعني، ولا تلقي له بالا، واحكي اي حاجه بتتعبك، اي حاجه بتألمك، اي حاجه بتحس بيها احكي لصاحبك، احكي لحد تثق فيه، احكي لحد اكبر منك ربما يكون مر بهذه التجربه. احنا مشكلتنا كمصريين يعني بنكتم اي حاجه بنحس بيها في الداخل، بنكتم ان بتكتم اكتر واكتر بيجيلك اكتئاب وبيجيلك مرض نفسي تاني وتخش في دوامة يعني ما بتعرف تطلع منها. فانت يا حبيبي او يا اختي لو انت بتشعر باي شيء سلبي داخلي، اي شعور داخلي ان انت كئيبة، ان انت قاعدة لوحدك، ان انت خايفة، ان انت احكي اي اللي بتشعر بيه لاختك لاي حد تثقي فيه، وان شاء الله ستجد نتيجة يعني جيدة جدا، وهتلاقي كتير كتير جدا زيك بيحسوا بالتجربة دهيت او دخلوا في التجربة دهيت ولقوا الحل. فانت اول تشخيص لمرض الوسواس القهري ان انت تحكي لاحد ما، وادي العلاج هو حفظ كتاب الله عز وجل، فهو الكتاب مبارك كما قال الله عز وجل، وهذا كتاب انزلناه مبارك في كل شيء، مبارك في اجره ومبارك في قراءته، وايضا شفاء لما في الصدور وشفاء لما في الابدان ايضا من امراض. فعليكم بكتاب الله عز وجل حفظا وترتيلا وتلاوه وتدبرا وتدبر معانيه، وتعلق بكتاب الله عز وجل، والله قل من تجد من تعلق بكتاب الله مريض نفسي، يعني قليل جدا من تجد ان واحد حافظ القران الكريم او يعني دارس معانيه وتفاسيره ومرتبط بكتاب الله عز وجل مريض نفسي. وهذا ليس كلام، ده كلام الاطباء النفسيين. لذلك يعني تمسك بكتاب الله عز وجل، وايضا عليك بالتطنيش، اسمع الكلمه ده مني، لا تلقي للوسواس القهري بالا، وان شاء الله ستجد النتيجه. والحمد لله رب العالمين ان انا ما دخلتش هندسه اصلا، دخلت لغه عربيه، فكان هذا خيرا لي وانا لا اعلم. فانا الان في الخارج ادرس اللغه العربيه لغير الناطقين بها، فالحمد لله رب العالمين. كل بلاء الله الذي ابتلاني به هو خير لي، وعسى ان تكرهوا شيئا وهو خير لكم، وعسى ان تحبوا شيئا وهو شر لكم، والله يعلم وانتم لا تعلمون. وقال الله عز وجل: وعسى ان تكرهوا شيئا ويجعل الله فيه خيرا كثيرا. احبتي في الله، ثقوا في الله عز وجل، واعلم ان المؤمن مصاب،
أن المؤمن مصاب في كل شيء، وكلما ازداد العبد قرب من الله عز وجل ازداد البلاء عليه. فإن أكثر الناس بلاء الأنبياء، ثم الأمثل فالأمثل فالأمثل، فيبتلى المرء على قدر دينه. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.